طيب المسا بتتحدث عن انه غالي ومتعب في لجنه شؤون اللاعبين، شكلت لجنه لشؤون اللاعبين وقالت ان غالي ومتعب فيها، وانه مجلس الاهلي بيكرم النجمين في حاله الاعتزال نهايه الموسم. يعني هي المساله معلقه ان هم لو بطلوا هيبقوا في لجنه شؤون اللاعبين. يحيينا ويحييكم ربنا. مش فاهم، لجنة شؤون اللاعبين بتاعت الأهلي ولا بتاعت الاتحاد؟ الأهلي هيشكل لجنة لشؤون اللاعبين يمسكها حسام غالي ومعاه عماد متعب لو بطلوا في نهاية السنة. والله أنا أعتبر هذه ليست أخبار ولكن مقترحات. أيوه تدرس يعني، إنما هل غالي ومتعب ده خططهم يعني؟ إنهم أولاً يبطلوا وبعدين يختاروا هذا الكريم؟ سابق لأوانه كله طبعا.